الواحدة صباحا الساعة في أبو ظبي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى علوم الدار الواحدة عبر قناة الإمارات من مركز الأخبار. أبرز عناوين هذا الصباح: رئيس الدولة ونائبه محمد بن زايد يهنون إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة. خلال لقاء أخوي في القاهرة، محمد بن زايد والرئيس المصري وملك الأردن يبحثون العلاقات الأخوية والقضايا المشتركة. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم. وأعرب سموه عن صادق تهنئة وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد ولشعب الفرنسي التقدم والازدهار، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة إيمانويل ماكرون. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، حيث قال سموه على حسابه الرسمي في تويتر: خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبي الصديق بدوام التقدم والازدهار. نتطلع معا إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك. تنفيذا للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا لجمهورية باكستان الإسلامية بتنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية فيها، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن بدء الإنتاج التجارية لمصنع بنغور لإنتاج التمور في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي تم إنشاؤه بمنطقة بنغور بإقليم بلوشستان من قبل المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وبتمويل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وبتكلفة بلغت 6,357,000 دولار أمريكي. ويمثل مشروع مصنع بنغور لإنتاج التمور أحد المشاريع التي تساهم المؤسسة بتمويلها منذ العام 2013. بلغ مجموع التمويل الذي قدمه الصندوق لتنفيذ المشاريع التنموية بجمهورية باكستان الإسلامية مبلغ 220 مليون دولار أمريكي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفة حاكم لإمارة دبي حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بتكلفة إجمالية قدرها 6,300,000 درهم، وتضم مساكن وأراضي 4,610 مواطنين، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك. ويعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحزمة الجديدة حرص سموه على توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والحياة الكريمة لهم، بما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أن مشاريع الإسكان والخدمات الاجتماعية تأتي في صدارة الأولويات الحكومية لتوفير كافة احتياجات الفرد والأسرة المواطنة. وأكد سموه أن الحياة الكريمة لأبناء الإمارات هي الهدف الأسمى الذي تتضافر جهود جميع الجهات والهيئات الحكومية من أجله. نحرص على توفير الدعم الاجتماعي الكامل الذي يضمن الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم. وقال سموه ملف الإسكان أولوية وتوفير الحياة الكريمة حق لكل مواطن ومواطنة. هدفنا رؤية جديدة متكاملة لملف الإسكان. في القاهرة بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم في القاهرة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها وتعزيزها لما فيه مصلحة بلدانهم وشعوبها الشقيقة. تناول اللقاء تعزيز العمل العربي المشترك وأهمية التنسيق المتبادل في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وتطرق القادة إلى التطورات التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك مشددين على الضرورة وقف أي ممارسة تنتهك حرمة المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن إضافة إلى تجنب تصعيد وتهدئة الأوضاع. واستعرض القادة خلال لقائهم الأخوية عددا من القضايا وأخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر بشأنها خاصة الحرب في أوكرانيا وتداعيات على المستويات الإنسانية والاقتصادية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن استمرار التشاور والتنسيق العربي يأتي في صلب توجه دولة الإمارات وإيمانها الراسخ بأن العمل العربي المشترك في مسائل الأمن والاستقرار والازدهار يمثل الأساس لنجاح المنطقة في مواجهة التحديات المحيطة بها إلى جانب البناء على الفرص المتاحة. هذا وقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولية إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين. ورحب الرئيس المصري خلال استراحة قصيرة في قاعة كب كبار الزوار في المطار بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وتبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. يرافق سمو خلال الزيارة وفد يضم كلا منا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم مشارقة عددا من المراسيم الأميرية بشأن استبدال مسمى دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وتعيين رئيس لدائرة شؤون البلديات واستبدال مسمى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وتعيين رئيس لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية وإنشاء هيئة الشارقة للثروة السمكية وتعيين رئيس لهيئة الشارقة للثروة السمكية وإنشاء برنامج إسكان الشارقة وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تشكيل مجلس تجار حتى والذي يأتي في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتى المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040 والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وأشار سموه إلى أن مجلس تجار حتى والذي يندرج تحت مظلة غرفة دبي سيكون بمثابة مساحة لدعم التجار المواطنين في منطقة حتى من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك فيما بينها من أجل استثمار الفرص الواعدة التي تستحدثها
وتتطلبها مسيرة التنمية في إطار الخطة الشاملة لتطوير حتى، والتي ستنجز بسواعد وعقول وخبرة أبنائها. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر أم الإمارات، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية المرحلة السابعة من حملة مكافحة أمراض العيون في المملكة المغربية. وتستهدف الحملة في مجملها توفير الرعاية الصحية لآلاف الحالات التي تعاني من أعراض صحية في النظر في القرى والمناطق المغربية النائية. ويتضمن برنامج الحملة إجراء عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة، إلى جانب إجراء الكشف الطبي المبكر لمرضى المياه الزرقاء الجلاكوما وتوفير الأدوية اللازمة والنظارات الطبية للمستهدفين من الحملة. نظم مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبادرة توزيع المصاحف في عدد من المساجد التي سميت بأسماء الشهداء في مختلف مناطق وإمارات الدولة، وذلك في إطار المبادرات التي ينفذها المكتب تكريما لشهداء الوطن الأبرار في شهر رمضان المبارك. وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينفذ مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تخليد ذكرى شهدائنا الأبرار، تكريمهم والتذكير ببطولاتهم التي ستظل أوسمة شرف وعز على صدر التاريخ. علوم الدار الواحدة صباحا من مركز الأخبار مستمرة، بعد الفاصل تتابعون. بيج باد وولف أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم. في أبو ظبي ثقافتنا رسالة تتناقلها أجيال تميزت بإبداعها، من خلالها نتواصل مع بعضنا وعبرها يتواصل العالم معنا. ثقافتنا روح مجتمعنا، وكل واحد منا يضيف لمسة فريدة عليها لنحلم ونتألق ونلهم ونتميز معا. ثقافتنا لوحة غنية تعبر عن حاضرنا وترسم لنا دروب الغد. معا نحيي ماضينا، معا نفتخر بما أنجزنا، معا نمضي قدما. ثقافتنا قلب مجتمعنا النهضة، ومن خلالها ننتمي. أهلا بكم إلى علوم الدار مباشرة من مركز الأخبار. في الشأن الصحي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 5818 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,691,441 جرعة، معدل توزيع اللقاح 249.65 جرعة لكل 100 شخص.
أما فيما يتعلق بإحصائيات الفيروس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 361 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الوزارة عن إجراء 277385 فحصا جديد خلال الساعات 24 الماضية، ما ساهم في الكشف عن 244 حالة إصابة جديدة بالفيروس. وأعلنت الوزارة لله الحمد عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية. اختتمت في مدينة دبي للاستوديوهات الدورة الثالثة من معرض بيج باد وولف الذي أقيم بشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، والذي يضم أكبر سوق لتخفيضات الكتب على مستوى العالم من خلال عرض أكثر من مليون كتاب. تفاصيل هذا المشهد الثقافي مع ناصر الرميثي. يعتبر السوق بيج باد وولف لبيع الكتب أكبر سوق في العالم لبيع الكتب بأسعار مخفضة، حيث يقدم كتبا من مختلف صنوف المعرفة والأدب بخصومات تصل إلى 90% بهدف تشجيع أفراد المجتمع من جميع الأعمار على اكتشاف جماليات القراءة وشراء عناوينهم المفضلة بأسعار مناسبة. بالنسبة للمهرجان هذا والمعرض هذا يعتبر أحد الروافد والنشاطات الثقافية، وتواجدنا اليوم مع القراء مع كتاب نحاول نثري مكتبتنا بمزيد من الكتب بأسعار مناسبة جدا وفرصة للالتقاء بالآخرين. والمفروض علينا نحن أي عمل أو نشاط ثقافي لابد نحن ندعمه، واليوم حضوري هو دعم ومشاركة وللاستفادة. ولم تكن 16 ساعة المخصصة للمعرض كافية، ونظرا للإقبال الشديد ظل المعرض مفتوحا ل 24 ساعة، ما يجعله الحدث الأول في المنطقة الذي يستمر على مدار الساعة في مرحلة ما بعد الجائحة. لازم يضل في هيك شيء، يا ريت ببلادنا بيعملوا هيك قصص أكثر يعني. This is a very good point بهيدا البلد، أنه يضل في هيك قصص من فترة لفترة. It's good. يحمل المعرض منذ تأسيسه رؤية تتمثل بجعل الكتب في متناول الجميع من خلال إتاحتها وجعلها ميسورة الكلفة، وبهذا استطاع أن ينشر ثقافة القراءة في أكثر من 13 دولة. بيج باد وولف أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم بالتعاون مع دبي للثقافة، يفتح أبوابه على مدار الساعة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي. عادات رمضانية توارثتها الأجيال عاشت تحت ظلها شعب الإمارات اعتادوا عليها من مواطن ومقيم، بل وجدوا فيها لذة روحانية إيمانية وجمعة مباركة مع الأهل. هذه العادات توقفت بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19، لكنها ظلت عالقة حاضرة في الوجدان. هذا المشهد يرويه مهدي سليمان. منزل يشع منه نور إطعام الطعام، ومسجد جمع الصغير والكبير على مائدة واحدة، وصلوات تراص فيها الجميع كتفا يشد الآخر في قيام وتراويح ومسابقات حفظ القرآن الكريم. هكذا كانت أجواء شهر رمضان في الإمارات إلى أن جاءت جائحة كوفيد-19 لتتوقف المظاهر عند نقطة الصفر. من قبل سنتين كنا صراحة ماخذين راحتنا أكثر، يعني عزومات طلعات كنا حتى بعض أحيان يعني من فضل الله عز وجل وخير الدولة وكرم الدولة كانت فيك يعني مثلا نسوي عزومات أو مثلا نسوي وجبات لوجه الله عز وجل، فهمت كيف؟ الحين بالفترة هذه يكون في احتراز. أكيد كل شيء تغير، التجمعات، اللمات الرمضانية، الظروف الرمضانية، لأنه كورونا هذا ظرف استثنائي. جائحة كورونا أثرت فينا، أثرت في المجتمع، في كل المجتمعات العالمية. لما نيجي لرمضان حصل بعض المشاكل في الروحانيات، يعني ما قدرناش ننزل المسجد نصلي العشاء والتراويح كالمعتاد. تجمعات الأهل والأصدقاء تحت سقف البركة والتسامح، يليها تسوق في مهرجانات رمضانية ومسابقات وألعاب شعبية بدأت تعود تدريجيا بعد انحسار أعداد الإصابات في جائحة كورونا وتخفيف الإجراءات الاحترازية. انت توقف ولا ما توقف، العادات هي العادات،
ما تغير علينا شيء، والدنيا بخير والبلاد بخير والحمد لله. العادات الرمضانية صارت أقرب كثير مع الأهل مع كورونا، بخلال كورونا يعني، لأنه كان الواحد يروح على الدوام وينشغل بأكثر من موضوع، بس لما صارت الكورونا والواحد صار بالبيت حتى بيحس حاله أنه صار أقرب مع الأهل. قلت طلعاتي وبديت ألعب رياضة، ما ترى ما في تجمعات، ملان روحي أطلع ألعب رياضة. الحين ما نتوالف، ما نلتقي نفس الأول، كل واحد يقول كورونا كورونا وابتعدنا عن بعض. المجالس الرمضانية ومدفع الإفطار ظل حاضرا متجذرا في عادات وتقاليد الشعب الإماراتي، وشيئا فشيئا مع الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات سنعود كما كنا وأفضل. عادات الرمضانية سكنت ولم تبارح القلوب رغم ما عصف بها من إجراءات احترازية في جائحة كورونا. نعم قلت تقلصت، لكنها اليوم عادت تدريجيا لترسم الراحة في نفوس الجميع. من الخالدية مول لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مهدي سليمان. وبعد الفاصل تتابعونا في الاقتصاد. الأرباح الصافية للشركات الإماراتية ترتفع وتسجل نمو 28 مليار دولار. أهلا بكم من جديد وأينما كنتم، إلى علوم الدار الوحيدة من مركز الأخبار. الآن إلى التقرير الاقتصادي والذي ترصد من خلاله فرح عبد الحميد حركة أسواق الأسهم الإماراتية خلال الفترة الماضية. ما زالت أسواق الأسهم الإماراتية تسير وفق منهجية ثابتة على الرغم من الظروف الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة والتي قد تؤثر على سلوكيات المستثمرين. ووفقاً لبيانات مستقلة، فقد احتلت الشركات الإماراتية المدرجة المرتبة الثانية من حيث أكثر الشركات ربحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت الشركات السعودية في المركز الأول مدعومة بشكل رئيس بأرباح شركة أرامكو. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات الإماراتية بنسبة 76% لتصل إلى 27 مليار و800 مليون دولار، أي ما يعادل مليارا و11 مليون درهم تقريبا سجلت في العام الماضي، ذلك بالمقارنة مع نحو 15 مليار و800 مليون دولار، أي ما يعادل 58 مليار درهم في عام 2020، وذلك بفضل التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا والانتعاش القوي للاقتصاد الوطني وتخفيف القيود على مستوى العالم، وهو الأمر الذي عزز الأداء القوي لأرباح السنة الماضية.
وارتفع صافي ربح قطاع البنوك العام الماضي، والذي يعد أكبر قطاع على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، ليصل إلى 5 مليارات و300 مليون دولار. وسجلت 9 بنوك من أصل 11 بنكا نموا في صافي الأرباح، يليه قطاع الاتصالات حيث زاد صافي ربح مجموعة الإمارات للاتصالات ليصل إلى 2,600 مليون دولار، وذلك بسبب نمو وتوسع قاعدة مشتركي الاتصالات إلى جانب ارتفاع الإيرادات. أما بالنسبة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، فبلغ صافي ربح قطاع البنوك 1,200 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي، ونجح بنك المشرق في العودة مجدداً لتسجيل الأرباح محققاً 200 مليون دولار في الربع الرابع. ويعود الفضل في استعادة البنك لأدائه الجيد وتحقيق الأرباح إلى نمو صافي إيرادات الفائدة وإيرادات التمويل الإسلامي إلى جانب ارتفاع الرسوم والعمولات. إلا أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن عن تحقيق أكبر صافي ربح في الربع الرابع على مستوى البنوك، بوصول أرباح البنك إلى 547 مليون دولار تقريبا، حيث أدى الأداء التشغيلي القوي للبنك بالإضافة للطلب القوي على تمويل التجزئة إلى زيادة أرباحه. قبل الختام تذكير بأبرز عناوين علوم الدار الواحدة صباحا. رئيس الدولة ونائبه محمد بن زايد يهنون إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة. خلال لقاء أخوي في القاهرة، محمد بن زايد والرئيس المصري وملك الأردن يبحثون العلاقات الأخوية والقضايا المشتركة. ألقاكم في الثانية صباحا على قناة أبوظبي وعلوم الدار الثانية. إلى اللقاء.